قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا، ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. الحديث الصحيح عند الإمام مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر اللي إحنا اللي هنأتي من بعده هنكون أشد حبا له، وهنود لو هنفدي يعني أنفسنا بأموالنا حتى نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أحب إلينا من أنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وزوجاتنا، فهو لولا الله عز وجل سببه لنا لكنا من أهل النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل رجل خلقه الله عز وجل في الجنس البشري كله عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الأنبياء، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأولين والآخرين على الله عز وجل، وهو أفضل من خلق الله عز وجل من الناس. فأسأل الله عز وجل أن نكون معه في جنة الفردوس الأعلى، وإن قصرت أعمالنا وأفعالنا فبحبنا للنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نكون معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. فقال سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه: ما فرحت بشيء إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وكان سيدنا أنس رضي الله عنه يقول: إني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وإني أرجو من الله أن أكون معهم، ولولا لم أفعل بأفعالهم.